ليلة تاريخية ولحظات سعيدة عاشها جمهور وعشاق نادي الزمالك بعد تتويج فريق سيدات الكرة الطائرة بلقب بطولة إفريقيا للأندية على حساب الغريم التقليدي الأهلي، لتحافظ فتيات الذهب على اللقب الإفريقي للمرة الثانية على التوالي وتحجز بطاقة المشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الصين العام الجاري. وحققت فتيات الذهب اللقب الإفريقي بعد ريمونتادا تاريخية أمام المنافس التقليدي على أرضه وبين جماهيره، لتتحول صالة القلعة الحمراء إلى اللون الأبيض احتفالاً بتتويج فتيات الذهب باللقب القاري الكبير، وتردد جماهير النادي الملكي الهتاف الشهير صباح الخير صباح النصر احنا ملوك الطايرة في مصر، وتحتفل بالكأس الإفريقية في مدرجات صالة الأمير عبدالله الفيصل وفي عقر دار المنافس. أميرات القارة السمراء اسم على مسمى بعد أن حول فريق طائرات سيدات الزمالك التأخر بشوطين في نهائي بطولة إفريقيا للأندية إلى فوز تاريخي على الأهلي بنتيجة 3-2، لتؤكد فتيات الذهب أنهن ملكات إفريقيا للموسم الثاني على التوالي ويتربعن على عرش كرة الطائرة الإفريقية بعدما حقق النادي الملكي اللقب الأول العام الماضي. نجمة إفريقية جديدة تزين قميص فتيات الذهب ومشاركة مونديالية تاريخية تنتظر فريق طائرة سيدات الزمالك ليكون إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات ملوك الصالات في قلعة البطولات.